بسم الله مجراها ومرساها. مرحبا بكم أيها الحضور الكريم، أيها المشاهدون الأعزاء، من خلال منبر لكم الكلمة الذي ينظمه على شرف كل الحاضرين والمتتبعين والمشاهدين تجمع شباب التجمع الوطني الأحرار. وقد اختار في هذه الفسحة الزمنية موضوع الأغنية المغربية إلى أين؟ بصحبة رواد في مجالاتهم وفي ألوانهم. نستضيف معنا كلا من الرائد الفنان عمر السيد. مرحبا سي عمر. نهار كبير هذا سي عمر. عاود تلاقينا ثاني. وغادي مازال نتلاقاو إن شاء الله. إن شاء الله. الله إن شاء الله دائما معك، غادي نشوف الماضي وغنشوفوا كيفاش داير المستقبل. إن شاء الله. شكرا. معنا السي العربي إمغران، أيضا ظاهرة وينبش في الذاكرة. ذكر الأمازيغية، وحاول بفضل تجديد ديال بعض الأغاني أنه يرسم الشباب اللون التراثي ديال الأجداد ويخليه في متناول ديالهم بطريقة سلسة وجميلة. مرحبا سي العربي إمغران. سي عتيق، أنا وسهلا. تلاقينا ثاني من شحال هذه ما تلاقيناش، وأول مرة حضور ديالي تلفازي في 2004 استضفتيني، يعني شرف لي نتلاقوا اليوم هنا. نعم، كنصادفوك دائما في الغناء، ولكن هذه المرة غنصادفوك في الحديث عن الغناء. دائما يعني في الغناء، ديما الغناء والحديث. مش عندك ما تقول ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا. ومعنا الضيف النسمة الخفيفة على القلب عبد الحفيظ الدوزي، اللي هو ايضا يمتح من التراث ويرسم معالم المستقبل بطريقة فيها واحد اللمسة عالمية. وكنحيوك السي حفيظ. شكرا سي عتيق، اولا شكرا على الدعوة في هذا البرنامج، واللي غادي يتيح لنا الفرصة ان الناس يتعرفوا على ما هو مصير الأغنية المغربية وحال الفنان في الوضع الحالي اللي كان يعيشه مع كورونا، وحال الفنان بصفة عامة. احنا غادي ان شاء الله نحاولوا نعطيو بعض الآراء ديالنا في الموضوع، ونتمنوا اننا ان شاء الله يستفدوا بين ان شاء الله. والآراء ديالكم ضرورية، ومن هذا يعني جاوا الناس باش يشاهدوا هذه الشهادة ديالكم، اللي من خلالها غادي نحاولوا نفككوا أبجدية المستقبل بطريقة مبنية على التجربة، بطريقة مبنية على الرؤية اللي مؤسسة على أنكم ألسنة المناطق، ألسنة تاريخ وألسنة المستقبل. غنطرحوا هذا السؤال على ضيوفنا الحاضرين الشباب المتواجدين معنا، وغنسولوا سؤال كبير اللي من خلاله غنفرعوا الأجوبة والأسئلة الكبرى الصغرى أيضا، اللي هو الأغنية المغربية إلى أين؟ شكون اللي غياخذ الكلمة وشكون اللي غادي يجاوبنا على هذا السؤال؟ إلى أين تمضي الأغنية المغربية؟ إذا أولا أشكركم على هذه الاستضافة. أود أن يعني أنوي بالدور اللي كيقوم به الفنانة ديالنا، خصوصا أن الأغنية المغربية الكلاسيكية يعني كيتم إعادة الإحياء ديالها بواحد الطريقة اللي عصرية، اللي ولات كتلائم يعني المتطلبات ديال الشباب الحاليين. وكما كنعرفوا أن الأغنية المغربية كتنقسم لمجموعة ديال الأشكال، ومن هذه الأشكال كاينة الأغنية الأمازيغية اللي تاهي فيها واحد يعني اللي تعاودات يعني بواحد الطريقة اللي عصرية، الى انه وصلت العالميه، الى انه كاين تهميش لهذا الفنان هذا اللي كيجيب لنا هذه الاغنيه، خصوصا في يعني الفنان الامازيغي اللي ما كيستافدش يعني من عده بحال المهرجانات، بحال يعني الدعم اللي كيتعطى للفنانه. فراه الفنان الامازيغي يعني مهمش بواحد الطريقه اللي دابا. اذا انا نصيغ الجواب ديالك لو سمحتي الاخ الكريم، ان الاغنيه المغربيه ناجحه وكتطور التراث ديالها، الا انه ينقصها ان الفرع، احد فروع الاغنيه المغربيه اللي هو الاغنيه الامازيغيه، ما واخداش حقها من خلال الترويج لها في الاعلام. يعني لو خدات حقها غادي تكون المستقبل الاغنيه المغربيه غيكون قوي بهذه الفروع ديالو. هكذا هو الجواب. شكون اللي غيجاوبنا ايضا على السؤال بطريقه مختلفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الوافي السهل، جامعه تويز من اقليم اسازاك. كنشكر برنامج لكم الكلمه، وكنشكر الضيوف الكرام الفنانة الكبار، ولنا الشرف ان نقعدوا معهم في هذه الجلسه هذه. وشكرا لك سي شيقر. من وجهة نظري الأغنية المغربية يعني عرفت واحد التطور كبير، عرفت واحد النقلة نوعية في اتجاه العالمية. يعني كانت من قبل يعني كانت محصورة في الوطن يعني المغرب أو الوطن العربي، ولكن الحمد لله الآن طورت، خصوصا استفدت من هالشي ديال السوشيال ميديا، استفدت منه بشكل كبير. ولكن بالرغم من هذا كان مجموعة من العراقيل وكان مجموعة من الإشكالات، بينها يعني هذا الإشكال ديال دعم الفنانين، لان للاسف كنشوفوا بعض الفنانين كبار يعني وكان عندهم واحد الصيت سواء في الثمانينات او في التسعينات، كنشوفوا الوضعيه ديالهم الان في واحد الوضعيه اللي بصراحه يعني كيستحقوا وضعيه افضل. نعم. يعني ما كاينش واحد المواكبه. نعم. المساله الاولى. المساله الثانيه كاين واحد التركيز، يعني ما كاينش هذا الاهتمام، ما كيشملش جميع المناطق ديال المغرب،
مثلا من نتكلموا على الفنانين ديال الصحراء يلاه كنلقاو واحد الوجه ولا جوج اللي معروفين، في حين كاين مجموعه من الفنانين اللي لا تسلط عليهم الضوء عندهم مواهب وعندهم امكانيات. المساله الثانيه، المساله الثالثه، هذه الجائحه ديال كورونا عرات مجموعه من المسائل اللي بينها يعني كانوا فنانين كي يعني عايشين لان ما عندهمش واحد الصالير اللي هو فيكس، عايشين من خلال مهرجانات، من خلال حفلات، من خلال اعراس، من خلال كذا، هذا الشيء كامل حبس في كورونا. بالتالي دابا لقواصهم هذا العام يعني طيلة واحد السنه اللي كيعانوا بشكل كبير. نعم، شكرا. جوج ديال الاراء وجوج ديال المتدخلين، وانت رسمتي ان ايضا كما قال الاخ الكريم ان الاغنيه الامازيغيه غير يعني ما عطيناش حقها كما ينبغي، كذلك الاغنيه الحسانيه والصحراويه ككل. نشوفوا الاخ الكريم شنو ممكن يقول على اي مجال غيتحدث، واعتنيتي ايضا بجانب الانسان، الفنان كانسان خصو يعتنى به خاص في الظروف الحرجه مثل هذه الظروف اللي كنعيشوها. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد بن حميمو، السؤال ديالي من اي منطقه؟ من مدينه سلا. سلا، مرحبا. السؤال ديالي يعني على البطاقات ديال الفنان. يعني مع يعني تحدث هذه شحال، ولكن السؤال ديالي هو الاغنيه المغربيه الى اين؟ يمكن لك تكلم على بطاقه الفنان، ولكن اعطيني الجواب بعدا باش الفنانين اللي جاي اللي غادي يتكلموا يبنيوا على التساؤلات ديالكم. الحمد لله الاغنيه المغربيه يعني راضين عليها كلكم، بنتي ولي راضين عليها، ما كاينش شي حاجه، شي انتقاد في المتن ديال الكلمات، في المتن ديال اللحن، بعض الاغاني تتكرر نفسها، بعض الاشياء اللي كتمس بالتراث وكتخليه ضايع، وكنجيبوا ايقاعات من دول المجاوره وما كنحاولوش نقويوا الهويه المغربيه داخل الاغنيه ديال المغربيه، وكنضعفوا بها من خلال استعاره فنون اخرى جايه من الخارج. ورغم ذلك أستاذ، الأغنية المغربية يعني عندها صيت عالمي، رغم أن مثلا في المشرق كانت صعوبة في أنهم كيفهموا الدرجة المغربية، إلا أن بعض الفنانة تبارك الله يعني حاولوا يلقاو واحد الصيغة للأغنية المغربية يسمعها يعني تنس دل المشرق. نعم، شكرا. شكرا لك. شوفوا خلال الأخت هي غادي تتكلم. اش منطقة بعد الاخ؟ شنو من المدينه انت؟ انا اوشي المحليه بمدينه انزكان. انزكان اسازاق سلا قلميم. مرحبا بوابه الصحراء ان شاء الله. اولا بعدا كنرحبوا بك، كنرحبوا بالضيوف، وكنشكروا برنامج الكلمه لكم اللي عطانا فرصه اننا نعبروا على الراي ديالنا بخصوص التوجه ديال الاغنيه المغربيه، فين ماشي، فين وصل، وفين غادي يوصل ان شاء الله مازال. بالنسبه لي كنشوف باللي ما شاء الله الاغنيه المغربيه ولات ما شاء الله اغنيه اللي كتقد توصل للعالم كامل، ولا اللي وصلت للعالم كامل. وذلك الا كان نقدر نقولوا انه راجع للاغاني القدام اللي ولات اللي ولاو كيحدثوها وكيعطوها بواحد الشكل مبسط اللي قد يفهمها نفهموها حنا كشباب، اللي بالنسبه لنا كانت قبل كتجينا صعوبه باش اننا نفهموا الكلمات ديالها ونفهموا المعاني ديالها. دابا بالعكس، كيف ما حنا كنفهموها كيفهموها بلدان ثانيين. حاجه واحده اخرى اللي يمكن لي نشير عليها هي الاغنيه الحسانيه، اللي بالصح كاين نقص في الفنانين الصحراويين كيف ما قال الاخ الساهل، ان الاغنيه الحسانيه ولات في المغرب مقتصره على شي وجوه محدده، يعني ما تعطاتش فرصه بزاف ديال الناس اللي فعلا عندهم موهبه اللي قدو يزيدوا بالاغنيه الحسانيه اللي قدام. شكرا. شكرا لك اخ الكريم. السلام عليكم. الى اين في نظرك؟ واش غادي في الطريق الصحيح ام لا؟ شكرا سي عتيق. اولا كنبغي نرحب بالاخوان الفنانين اللي حاضرين معنا. الاسم خالد بوبكري من جامعه ايتم اللول. بالنسبه للسؤال ديالك السي عتيق، سؤال جوهري وسؤال كبير. يعني حنا دابا كنشوفوا الاغنيه المغربيه مع التطور والتكنولوجيا اللي كاينه، ربما دخلوا شي ناس نسميهم متطفلين، يعني بالكلمات اللي عندهم يعني اللي ما كيركزوش على الحياه والحشمه، لان الاغنيه المغربيه كما كنشوفوا مثلا بالنسبه للمجموعه اللي حاضره معنا السي عمر السيد الغيوان، ربما من الستينات وهم كاينين يعني بامكانيات ضعيفه وقليله، تحداوا دوك الصعوبات وصلوا للنجوميه، وصلوا للعالميه، لحد الساعه باقي كنسمعهم وباقي كنتصنت لهم. بالعكس الفنانه اللي بانوا غير مؤخرا، كتلقى فنان كيبان عامين ثلاث سنين كيمشي، لان علاش؟ المنتج ديالو ولا الكلمات اللي جاب المجتمع المغربي ما كيقبلش.
المجتمع المغربي ذكي، يعني كي داك الشيء اللي مزيان راه كيشدو كيحتفظ عليه. وباش نختم الكلمه ديالي، يعني كنعطي النصيحه للشباب الفنانه خاصه، يمشيو يبحثوا في التراث، في التراث، في التراث المغربي بصفه عامه، من الشمال حتى للجنوب، وديك الساعات يسوقوا بطريقه شبابيه وحضاريه اللي تواكب العصر. شكرا لك. تبارك الله عليك. هذا الجواب فيه واحد اللمسه كتفتح لنا واحد النافذه في النقاش ان شاء الله الاتي. الاخ الكريم، السلام عليكم. أزول في اللون. في البداية نبغي نشكر سي عتيق، ونشكر يعني الحضور الكريم والضيوف ديالنا في بلاطو لكم الكلمة. نبغي نشكر الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اللي طاحت لنا هذه الفرصة باش نتلقوا مع هذه الوجوه يعني نيرة في البلاطو ديال لكم الكلمة، بالحديث عن يعني محمد جديق من جامعة عيت ملول، الحديث عن الأغنية المغربية. الأغنية المغربية يعني كما كنعرفوا البلاد ديالنا الحمد لله فيه واحد تنوع ثقافي، مزج بين يعني اللغة يعني العربية والصحراوية والأمازيغية. الحمد لله اللغة يعني والأغنية الأمازيغية وحتى العربية والحسنية بدات في واحد النوع ديال التطور، يعني مع التطور التكنولوجي بدات كتلقى ذاتها داخل يعني الساحة الفنية المغربية. يعني كاين حتى واحد ممثل معنا حاضر معنا، واحد الفنان اللي هو العربي مغران اللي هو ممثل امازيغي وفنان امازيغي، دار واحد المزج بين الاغنيه يعني الكلاسيكيه والحديثه، واستطاع انه يطورها ولقات يعني صيت ويعني وترحاب كبير في يعني في الوسط يعني الاغنيه الامازيغيه. الأغنية الأمازيغية والأغنية يعني المغربية والثقافة المغربية الحمد لله بدأت يعني كتعرف. ولكن الفنانة واحد سؤال، واش الفنان كيربط كيرتبط يعني بالمحيط ديالو في أي عمل فني بغى يديرو؟ يعني واش كاين واحد تأثير من يعني المحيط ديالك، يعني ملي أي فنان بغى يعني يعطي شي 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 فن واش كيأثر عليه انه المحيط ديالو؟ يعني نعم. يعني الثقافه والاغنيه كتكون المزج بين الفنان وبين المحيط ديالو والارض. لان الا كنهضروا على الفن كنهضروا على تربيه، كنهضروا على مجتمع. الفنان الا بغى يوصل لنا شي مثلا فن ديالو خصو يعرف انه هذاك الفن ديالو غادي لواحد الاسره، غادي لواحد الطفل، غادي لواحد المجتمع. خص المجتمع انه يستفيد من واضح. من واضح. المسائل واضح. من ذاك الفن ديالو. شكرا. نكملوا الدور. الاخ شكون اللي غياخذ الكلمه؟ أخت، شكرا لكم، بارك الله فيكم. تظهر لي كاين أسئلة مهمة طرحت. آخر ما تطرح هو عنصر الأخلاق، أخلاق الأغنية المغربية. واش كيما كانت عند أخلاق، أم بدأت تفقد الأخلاق من خلال الارتجالات اللي كيقوموا بها البعض على مستوى النص الغنائي والكلمات اللي تتغنى؟ تفضل السي عمر. أول ماذا، شكرا على هادو الاستضافة، وخصوصا هذا البرنامج. الشكر لكم الكلمة. وانا تنتهى تبارك الله. تقي يا سي عمر، انت اللي كبرتينا لينا، دابا حنا كبار بك سي عمر. اخوانا كرك غير العباقرة هنايا والله العظيم. واش نقول لك، كاع هادشي اللي قالوا الاخوان وطرقوا ليه كيستحق منا نظرة أخرى من غير هذا الشيء اللي كان عندنا صراحة، لأنه ما عندهم رؤية استشراقية أحسن منا إحنا. فشكرا لهم، وغادي قاعد الآراء اليوم غادي نديروا بها إن شاء الله. نعم سي عمر، أنتم بديتوا في سواء في المسرح ديال الطيب الصديقي أو على مستوى الظاهرة الغيوانية اللي أسستوا لها، يعني عرفتوا السند اللي اتكيتوا عليه هو أنه أغنية تراثية وخدات من الأحياء وبنات من الحي المحمدي. فهذا المسار اللي بديتوه في البدايات، واش كنتوا كتوقعوا بان الاغنيه المغربيه غتوصل لهذه اللحظه اللي وصلنا لها؟ طبعا كتستافد من مقومات العصر من التطور والتقدم، ولكن على مستوى الهويه ديال الاغنيه المغربيه واش باقا مغربيه؟ اللي انا بالنسبه لي صراحه، بالنسبه للسن ديالي انا 75 سنه الان. اصحابي غير 60. اش من 60؟ 60 وقيلة في القرية. دابا في الحي المحمدي اش كنا كنصنتو بكري الصراحة. أنا أول حاجة سمعت بكل صراحة ماشي هي الإذاعة الوطنية،
سمعت لمحمد عبد الوهاب، سمعت لفريد الأطرش، سماهان، شفت كان سمع كلثوم، عبد الحليم حافظ، عبد المطلب، صابر الصفح. ودنينا كان عنده ودنينا احنا كبار حيت ما كان لا تلفزيون الاول. شويه ثاني بدينا كنسمعوا فويتح، اسماعيل احمد، عبد الوهاب التكوالي، بهجه ادريس، الحاجه الحمداويه، فاطمه بنت الحسين، وجايين وكنسمعوا الحاج بالعيد، بو بكر زهري، سعيد اشتوك، القروابي في الجزائر، الحاج محمد العنقاء، علي الرياحي، الجاموسي. بدينا كنسمعوا حتى الاغاني الارمينيه، الاغاني الهنديه، جاك بريل، براسانس، الايوفيري، تخلط داكشي في الميريكان كيف كيف، وتيسري دينغ، وانت غادي فرانك سيناترا، هادشي كله عاد زائد الحلقه. الحلقه هي فين تعلمنا الدارجه المغربيه، ديك الدارجه اللي كيقول لها عمر، كيقول لك ناس الغيوان الله يرحمهم، واحد العظيم، واحد الكاتب كبير، عمران ادمون المالح، كيقول لك ناس الغيوان كيغنيو بواحد الدرجه فيها العطريه، لان الدرجه باش كيهضروا والدينا بكري فيها ليماج، ما كيهضروش بالمباشر، كيهضروا بالمعنى، لا في الدار لا في لا في. وخص شوف، خص شي واحد يترجم لك الاغاني بالامازيغيه وتشوف المعاني كي دايرين في اللغه الامازيغيه، راه داك الشيء غير طبيعي صراحه. انظام كيفاش كي، وداك الشعر كيجي في البلاصه، ماشي كيكتبوه، عندهم شجيه ما يسمى بدابا شي واحد كيجيب لك واحد القاس، واحد الزجال، وكيقول لك واش تقدر اش كنقول لي انا، كتقول له واش تقدر تغنيه، يعني الزجاج اللي كتكتب انت غنيه، نحس كي كتحس به انت. اولا ماشي ضروري يكون عندك صوت زوين، احساس زوين، نحس بعدا كي كتحس بالكلام اللي كتبتي. هذا اللي كتسمى شجيه. في الجنوب كيجيبوا كلام مغني، العربي الله يرحمه، العربي باك ما كان تياخذ من التراث ديال المنطقه ديالو، كياخذ. وجاب واحد الموال صراحه، جاب موال اللي ما عمرني سمعته. ما هو موال شرقي، ما هو جابوا من البادية داك النوع، بحال كتقول انا الاحساس ديالي ملي كيمول كتحس بحال كاين تراب، موال فيه الغيس، يا صح، لا يا صح، وبزاف مزين مديحك، مزين مديحك تبارك الله. وكانوا وكان هو بوجميع فليكو، هو في الكرام، وناس الغيون كنا كنعولوا عليهم، هما البيفو، هما بوجميع العربي، هما الأعمدة ديال ناس الغيون صراحة. زائد الفطاحي اللي راك عرفتي، الحضور ديال عبد الرحمن باكو هذاك الجذاب، وعلى راك عرفتيها مدرسة موسيقية غادية على رجليها. وسي عمر تبع تحل، سي عمر كيتسخر، كيعرف يتسخر، لا تعرف يتسخر المشروع الحضاري ديال الغيوان. تكلم السي عمر على انهم بداوا في الجو ديال الاذواق العربيه والتراث، ومن بعد ظهرت الاغنيه المغربيه اللي كانت تسمى في العصر ديالها العصريه والان ولات كلاسيكيه. انت السي العربي امغران، ملي كبرتي كطفل شنو المحيط ديالك الفني والثقافي ديال المنطقه ديال كومبسوس اللي كنتو تربيتوا عليها كسمع وكتراث وك يعني انس يومي كنت كتسمعوا ليها؟ انا لحسن الحظ انا هو الصغير في العائله، استفدت من كل شيء، يعني ستيل اللي كيعجب الوالده، اللي كيعجب الوالد، اللي كيعجب خواتاتي وخوتي الكبار، يعني استفدت من كل شيء. وتلاقيت مع يعني واحد العائله شويه ولات ميسوره شويه، يعني كتوفر ذاك الجو ديال الموسيقى، كاينه شجاله، كاين هما راه ما لقاوش الامكانيات. وفي وقت الوالد ديالي حتى هو يعني الله يرحمه الرئيس ديال الحواش، والدتي هي بديك تنقيفت والضوا، يعني كبرتي في الجو فني تراثي، جو فني تراثي. الشيء اللي خلاني انا ما عنديش واحد التوجه مثلا مجموعاتي ولا روايسي، ولا عندي يعني بحال قلتي كوكتيل غنائي.
وعاونتني الثقافة العربية اللي تمكنت بها، قريت مجلات كثيرة وكتب وهذا، وهذا الشيء اللي خلاني باش ناخذ الشعر العربي والنثر العربي نضفه في, في, في الأمازيغية، وهذا هو اللي خلى مغران يكون عندهم واحد ستيل ما بين المجموعات الأخرى. المجموعات الأخرى كيلعبوا على الإيقاعات، الروايس كيلعبوا على المضمون، ومغران جمعنا إيقاع ومضمون، وهذا هو اللي خلى مجموعة مغران في الجمهور، اكتسبنا الجمهور ديال المجموعات والجمهور ديال الرويس. يعني انت سعر بإمغران وخا بقي شاب، نقدر نقولوا الرئيس إمغران، لأنك شاب وخديتي التراث وغيرتي واحد التغيير، واحد التعديل يعني في الشكل ماشي في الجوهر، وبفضل أمثالك خليتي واحد الأغنية تراثية اللي عمرها مئات السنين بقات حية. ولكن بالنسبة للأغنية ديال الشباب اللي في سوس أو الأمازيغية عموما اللي كتابعها، كيفاش كتشوفها حاليا؟ واحد النظرة نقدية، واش غادا في الطريق الصحيح ولا المشكل دابا اللي وقع في الاغنيه نقول المغربيه ككل والامازيغيه خاصه، ان هذا الوجه دابا اللي لقينا شادين مشعل اكتشفوهم المنتجين من تقريبا من الخمسينات حتى ال 2000، ما بقاوش المنتجين كاينين، يعني هذا المشكل ديال القرصنه، وخلاو الفنانين اللي ديجا طالعين ما بقوش يعني ما قدروش يكملوا، حيت هو فنان ماشي منتج، ماشي التخصص ديالو، والمواهب الشابه ما كاينينش منتجين كينقبوا عليهم ويجيبوهم للساحه، وما يمكنش. هذا دابا هو المسؤوليه اللي المسؤوليه ديال الدوله والناس المسؤولين، انهم كما يعني كيقوموا بالتنقيب في جميع المجالات، مثلا في التكوين المهني، في الفلاحه، في جميع الميادين، ولكن نهملوا التنقيب في المجال الموسيقي، حيت حنا قبل لقينا مثلا القنوات التلفزيونيه والوزارات، ويعني كيكون واحد برامج ديال المواهب دائما كيخرجوا واحد اربعه الاصوات ولا خمسه الاصوات، دابا ما بقاش، يعني ما يمكنش، حيت اذا كنهضروا على امغران راه حنا يعني ما اكتشفنا حتى واحد وما عاوننا حتى واحد، يعني بدينا فرضتوا نفسكم بالمشروع ديالكم، يعني روسنا وعاوننا واحد شويه ديال التجاره اللي اكتسبناها من الجمهور الفنان كيسبق الجمهور دائما، الجمهور هو اللي كيصنع الفنان، وشحال الفنان سابق وما عندوش الجمهور، اي يعني ما عندوش شي حاجه اللي يقدر ولا ما يقدرش يوصل حاليا، حيت ماشي اي فنان يقدر يكون عصامي، تقدر تكون فنان ومعجز، ولكن إذا كان شي واحد غادي يعاونك ويوجهك وما يخليكش، إذا مثلا خدموا على شي فكره كيتبعك شنو درتي فيها، راه عندنا كلمه مع الناس، عندنا هذا، راه الجديد خصو يكون، حيت بزاف يعني دائما الفنان كيخصو اللي يدفعوا، حيت هو الفنان كيبغي كيخدم بالمورال، ولكن عندك شي واحد موراك كيهيئك دائما، هو كما كنقولوا كيعرف يخدم الفنان، هذا هو اللي تحته في السياق الصحيح. غنقول له واحد المثال في هذا الشيء اللي قال، عنده الحق. نعم على الفنان اللي كيكون عنده ما يتقال وجالس، بحال اللي كيقولوا عندنا في هواره في البلاد، كيقول لك الديب الشمشام احسن من السبع الراقد. الديب كيشمشم، قلب على لحن هنا وقلب هنا وقلب، بينما تلقى واحد السبع عنده ما يقول ولكن راقد. راك كاين عندنا حتى في الفنان تحركوا ترزق الفنان، كاين الفنان الفرق ما بين الفنان المجتهد والفنان الكسول، ومن هذه الاجتهاد كيبان الفرق. هادشي دابا يعني الجوهر في الموضوع هو ان الاغنيه المغربيه والامازيغيه خاصه، الا ما المسؤولين تحركوا في هذا المجال ديال التنقيب على المواهب ومساعده ديال الناس اللي ديجا عندهم مشعال واللي بغاو يخدموا، راه الاغنيه الامازيغيه يعني غتنضطر، لان هادشي يعني الفنانين دابا اللي كاينين في الساحه، يعني الا قلنا واحد 90% منهم اكتشفوهم الفنانين المنتجين وهما اللي وصلوهم، الا ما كاينينش المنتجين والمسؤولين ما قاموش بالدور ديالهم، الاغنيه الامازيغيه غنعطيوها على ابعد تقدير، وللاسف واحد 10 سنين ما غاديش تكون نهائيا. هذا النبره تشاؤميه، حيت واحد المساله اخرى، الفنانين اللي ياخذوا المشعل، الا رجعنا الاصول ديالهم كلهم جاوا من القريه، المدن ما كتعطيناش فنانين متكاملين، الا عطاك دابا ربما الرويس كلهم كيجوا من القريه، دابا في المدينه كان مثلا كتدخل اليوتيوب دابا كتلقى الناس كيعلموا الرباب، كيعلموا الجيتار، كيعلموا اللور، كيعلموا، ولكن ما كتلقاش فيديو واحد كيعلم الشباب كيفاش يكتبوا الكلام أو الكلام القديم كيفاش يكون شاعر. حنا مثلا قرينا كامل الموسيقى، وفي المعاهد الموسيقيه كنقراو الموسيقى، ولكن شنو غنغنيو؟
يعني تلحين كي تقرأ، لكن دابا سيرتو في الأغنية الأمازيغية ما كاينش اللي كيوجه الشباب يعطينا شعراء، ما كاينينش. دابا غيكونوا عازفين وملحنين، ولكن الكلام غادي نرجعوا دائما للقديم. اذا وصلتي دابا حطيتي صبعك على تشخيص على واحد النقطة المؤلمة هي الكلمة، الكلمه وتنقيب على المواد الكلمه ديالها. الكلمه يعني مهدده باش تقاد الكلمه الشعريه الامازيغيه، كان الشباب ولاو كيميلوا اكثر للانغام والالات ونساو الكلمه باش هادشي اللي توفر له، هادشي اللي متوفر. ربما مع السي حفيظ الدوزي الامر غيكون مختلف، لان الكلمه موجوده اظن. بين قوسين واحد الاغنيه درتيها مؤخرا عجبتني بزاف، ديما كنسمعها وقت سمعتها بغي نعاودها. الاغنيه اللي كان وراءها واحد سبونسور بلا ما نقول ديال زينة. تبارك الله يبارك فيك. يعني التوزيع والطريقه كيفاش هذيك الكتابات، الكلمات الاخ ديال عبد القادر هو اللي كتب الكلمات، واللحن ديجا موجود. كتب الام غران شي شي حاجه بالعربي ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للاغنيه ديال ليام الزينه، هي اغنيه اللي كتحكي الواقع اللي عشناه خلال الفتره ديال الحجر الصحي، وهذا وفيها نبره تفاؤليه وفيها طبعت واحد الجانب رومانسي جميل، رومانسي وتعطي واحد التفاؤل، واحد واحد البريق ديال الامل ان الحياه ان شاء الله غادي ترجع. صحفي توزي اخترقتي الحدود ونشرتي الاغنيه المغربيه بواحد الشكل، واحد الشكل خفيف الظل، يعني النسمه كما قلت كتوصل فيما حطيتي القواعد ديالك، لو كتخلي الجمال تكون في مكانك. ولكن كما قال السي العربي كان واقعي، قال لك بان الاغنيه في الشقه الامازيغي بالاخص منطقه سوس مهدده، لانه كاين الشباب اللي كيتموا بالكتابه. كيف الوضع بالنسبه لاغاني الشباب في المنطقه الشرقيه مثلا؟ كما هو معروف احنا عندنا في المنطقه الشرقيه الناس متاثرين بزاف باللون الغنائي اللي هو الراي او الرقاده، وكاين بعض الانماط الموسيقيه اللي حنا تربينا عليها كالغرناطي، والرقادة فيها فروع، يعني الرقادة فيها العلاوي وفيها النهاري وفيها النقوشي وفيها إلى آخره. يعني الحمد لله، يعني المنطقة الشرقية منطقة غنية، وكذلك لقربها من منطقة الحدودية الجزائرية، يعني كاين ألوان أنماط موسيقية مشتركة كالشيوخ كالراي كأطباق إلى آخره، يعني كاين بزاف ديال الحوايج. بالنسبة للناس الفنانين ديال المنطقة الشرقية كاين واحد ما نقولوش ركود، ولكن نقولوا كاين واحد صمت تثاقل، يعني تباطؤ. ما كانش إبداع كبير، ما عرفت، لأن يمكن ما قدروش يطوروا الراي، بقاو في واحد النمط اللي هو قديم، وهي أي مادة ما كتطورش في الكون إلا وكتنقرض. فالإنسان خصو دائما، وحنا ملي كنهضروا على الراي فاحنا كنهضروا على واحد الموسيقى مغربيه كباقي الانماط والالوان الموسيقيه، لان كل منطقه الحمد لله هو الحساني في الشمال، عندنا الاغنيه الامازيغيه، عندنا الطقطقه الجبليه، عندنا العيطه، لا تعد ولا تحصى القوالب التراثيه في المغرب. إلى كل كيلومتر كتلقى لون اخر. اييه. فاحنا ملي كنتحدثوا دائما على الاغنيه المغربيه كنتحدثوا دائما عن الاغنيه المغربيه العصريه الكلاسيكيه، فاحنا دائما كل ما نقول اغنيه مغربيه كنرجعوا للاغنيه اللي عرفت واحد الانتشار وواحد الازدهار في واحد الفتره، اللي هي كما قال لك ان جاوا واحد الفئه من الشباب في ديك الوقيته اللي هما عبد الهادي بالخياط اللي هو الدكالي اللي نعيمه سميح، وطوروا الاغنيه المغربيه. انا لما كنتحدث على الاغنيه المغربيه دائما ماشي لان الاستاذ عمر السيد معنا، ولكن دائما كنقول لهم انا رمز الاغنيه المغربيه في غيابه، في غياب وكنقولها وسط الفنان، كنقول لهم هي الاغنيه الغيوانيه، هي الطابع، هي ديك النكهه ديال الاغنيه المغربيه. اما الا جينا نهضروا على الاغنيه المغربيه العصريه او الكلاسيكيه فهي اغنيه شرقيه ماروكانيزي، لان جا واحد الموجه ديال واحد الشباب واحد الوقيته اللي كانوا متاثرين بزاف بمحمد عبد الوهاب، كانوا متاثرين بزاف فريد الاطرش بمحبتو الحليم حافظ، فدخلوا ايقاعات جداد وموسيقى جديده، وبدات الموسيقى المغربيه كتطور، وهي غاديه كتطور الى هذا الجيل اللي كاين الان. كما كيقول لك واحد المثل دائما، شباب الامس هم شيوخ اليوم، وشباب اليوم هم شيوخ. حنا غتجي واحد الوقيته اللي حنا يمكن حنا غادي نوليو شيوخ، وغادي شيخ الدوزي حنا نوليو حنا شيوخ. فدائما الموسيقى في تطور، غير عرفت واحد الانتشار في واحد الفتره، ومن بعد وقع واحد الركود، لان وقعت واحد الهجره ديال الاصوات، لان كانت الحل الوحيد ان
أنك تنتشر، لأن تبارك الله المغرب العربي أو المغرب ديالنا معروف بالأصوات. حتى الآن في المسابقات اللي كيقوموا بها في العالم العربي، دائما شكون الفائزين؟ دائما تلقى الفيناليست أو اللي كيربح أو اللي كيوصل حتى النهائية تلقى دائما مغربي. وفي التجويد ما شاء الله، يعني حتى المقرئين ديالنا معروفين على الصعيد يعني العالمي، يعني راه جائزة عالمية. فكان الحل الوحيد على أن الفنان المغربي ينتشر هو أنه خص يمشي للقاهرة لمصر وخص يغني مصري، وتما اللي وقعت هجرة كبيرة ديال لا من الجارة الجزائر ولا من المغرب إلى آخره. فالأغنية المغربية شدت الفران. جاوا واحد الشباب جداد اليوم اللي عرفوا كيفاش يتأقلموا مع هذا الشيء ديال السوشيال ميديا، هذا الشيء ديال فيسبوك انستغرام، عرفوا كيفاش ينشروا الأغنية المغربية بدون ما يبدلها الكلمات. الآن الأغنية المغربية ولات أكثر انتشار في العالم العربي وعندها إقبال. لكن نقطة شي قال لي قلتي عين الصواب بدون ما يبدلوا الكلمات، ولكن يبدلوا الإيقاع. شوف ضروري ما أي موسيقى في العالم كتطور وما يبدلوا الإيقاع، ولينا حنا في واحد الضفة أخرى، ولينا في الأغنية الخليجية. لا إلا تحدثنا، لا إلا 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 دخلنا يعني إيقاع عالمي. عرفت علاش؟ لا نحكي لك واحد القضية. حنا عندنا في الإيقاعات الموسيقية ديالنا عندنا ما يعرف بالسي سويت الشعبي، انا كما كنقولوا الزيت زيت زيت الزيتون ديالنا. ما كانش شي مائده مغربيه ما كتخلاش المغربي كما كان يكون يموت، يكون ناعس، يكون مريض، كدير له الشعبي كينوض يشطح. عندنا في الدم، حنا عندنا الشعبي شي حاجه. هذا اللون الغنائي الشعبي حنا كنتقاسموه مع بزاف ديال الدول، غير هو كل دوله او كل منطقه كتلعبوا بالطريقه ديالها. مصرف. دونك عندنا حنا الشعبي المغربي. الا مشينا للخليج عندهم سيسويت، الا مشينا للهند عندهم سيسويت هندي، إلا مشينا لإيران إيران كله سي سويت. يعني حنا شنو داروا دابا هاد الفنانين الجداد؟ خلاو الكلمة، طوروا اللحن، جمل موسيقية جديدة اللي يقدر أي واحد يسمعها على الودن خفيفة، نقصوا المقامات عكس الأغنية المغربية اللي كانت بعض المرات أغنية واحدة كتلقى فيها من الكورد يمشي للحجاز يمشي يدلك واحد ثلاثة أربعة ديال المقامات، اللي الآن اليوم الأذن ما بقاتش ولات جهة ثقيلة أنك تنوع له بزاف، صعيب عليه أنه يحفظها. دونك غدير له مثلا تمشي له على مقام الكورد، مقام خفيف ساهل، حتى الأوروبي يجيه ساهل، أي واحد كيسمعو كيجي حلو كيحفظو ببساطة. يعني الان حنا ملي كنحضروا شي اغنيه كنحاولوا دائما نديروا دوك لي زانغريديون الخفاف باش يتقبلها الغير العربي او الغير المغربي، تجي سهله. ولكن نحافظ على السي سويت، غير السي سويت غنحاول نلعبوا بواحد الطريقه باش يتقبلوا الخليجي، باش يتقبلوا الهندي، سوق اسواق. يعني هو الايقاع لم يتغير، فقط طريقه يعني انجاز داك العمل او كيفاش كيتلعب داك السي سويت كيتلعب بطريقه تري مودرن واللي هما يتقبلوها. فهذا هو يعني بزاف الناس كيقول لك الايقاع تبدل لكنه دائما بقى في السي سويت. والكلمه الان نجاح الاغنيه بفضل هاد الشباب ديال اليوم، ما خصناش نلوموا هاد الشباب ديال اليوم ونقول لهم لا راكو ضيعتوا لنا الموسيقى وما بقاتش ديك الموسيقى اللي عرفناها. لان حتى حنا يمكن غادي يجي واحد الجيل من 20 عام 30 عام نقول لهم ما وديت انتم بدلتوا لنا الموسيقى ديالنا، حنا ما كناش نظنوها هكا. يعني دائما كاين داك التصادم ديال الاجيال، هذا شيء طبيعي في اي نقطه. الشباب تاروها جوج نقاط مهمه وربما بها نمشيو نخرجوا بالخلاصات. النقطه الاولى هو الانسان، هو الفنان كانسان باش يمكن يبدع وينتج ويطور ويفكر خصو يكون في واحد الوضعيه مريحه او عاديه على الاقل، فيما اغلب الفنانين تشتكيوا من مجموعه من الشروط اللي ما توفرش عندهم. هذه وحده. ثانيا الجانب اللي مهم اثاره احد الاخوان هو الاخلاق. يعني كانت الاغنيه القديمه سواء كانت تأثر بالشرق أو أغنية مستقلة في هذه النقطة سي حفيظ، ما نساوش إبراهيم العالمي، ما نساوش فويتح، كانوا فنانين مغاربة ما جابوش أغنية من بورزكي. كان بورزكي بورزكي بشير عبدو هذا اللي ما كاينش بدو حد، محمود إدريسي الله يرحمه، محمود إدريسي بشير عبدو زوين صوته وأخلاقه واللي بغيتي، أغنية مغربية إنسانيته من خيرة الفنانين ديال مراكش. نعم نعم. انا دائما كنشوف دابا نتكلموا لسمحتي سي حفيظ، عاد نعطيك الكلمه نعطيها لسي عمر. مرحبا. على الجانب ديال الفنان اللي كان في الماضي القريب كان كيعول على راسه، الان ما قدرش يعول على راسه، خص شي جهه اللي كما قال السي العربي، الجهه اللي تقدمه كمنتج كشركه كاسيت كاكا. ثانيا الجانب الاخلاق، انتم غنيتوا التراث وطورتوا التراث وليتوا انتم التراث ولكن باخلاق. الان واحد لقبط الراديو بقى تيقلب لازم نسمع شي كلمه اللي كتجرحو كتجرحنا كجيل، ربما الشباب اللي ولات عندهم عاديه
ولكن الأخلاق ما عندهاش زمن محدد. الأخلاق صالحة لجميع الأزمنة، لأن الإنسان خلق بالأخلاق ديالو، ماشي خلق بدون أخلاق، وإلا غادي نولي شيء آخر غير الإنسان. سي عمر الرأي ديالك عن بالنسبة بزانس. ليهم دابا بالنسبة لهاد الشباب عندهم هو كجرأة، ك ماشي باغي يدير شي حاجة خايبة، هو كيقول إلا درت هكا غادي نشارك نوصل للرسالة ديالي أكثر أكثر وضوحا. هي هاد الرسالة هي رسالة من تحت الماء، هادشي اللي كاين. أما هما ماشي باغيين يغنيو شي حاجة خايبة، ولا هو كيقول وقيلا هذا هو اللي غادي يوصل للناس. النوايا ديالهم، النوايا ديالهم يعني ما فيهاش، ولكن حنا بعض الجمهور كيفهمها بهذه الطريقة. هادشي اللي كيقول. أنا بالنسبة لي من كنتحدثوا مثلا على الفنان بصفة عامة، لأن كاين الفنان وكاين المغني، فرق كبير. المغني كي أي واحد كيغني، كاين ناس عاديين يدخلوا غير الحمام وكيغني، ولكن باش تكون فنان ماشي سهلة. فنان خصك تكون فنان من ناحية اللبس ديالك، من ناحية الهضرة ديالك، من ناحية تعاملك مع الناس، من ناحية اقتناء الكلمات، من ناحية خصك تكون فنان في حياتك اليومية. أنت كلك فنان كتمشى، خصك تكون فنان متكامل، الشيء قدوة. حركاتي نعرف أن أنا هاد الحركة غادي نديرها أو هاد المكان غادي نمشي له غادي يأديني أو يأدي الصورة ديالي، ما نمشيلوش. أو غادي تاخد واحد القرار، أو غادي نهضر نطرق لشي موضوع، أو نرجعوا للقضية ديال الكلمات، أو أنك تسمع شي كلمة. هنا ماشي دور الفنان، هنا دور الجهات المعنية. علاش ما نخلقوش واحد النقابة، نقابة كما النقابات اللي كاينين في مصر، نقابة اللي كتكون عندها كلمة وكيكون القرار ديالها يتاخد بعين الاعتبار. أنت فنان، قبل ما تخرج شي أغنية، قبل ما تفوت في الراديو، قبل ما تفوت في التلفازة، أعطني وشنو غتغني، بدل هادي بدل هادي بدل هادي بدل هادي، ديك الساعة نعطيو. بالنسبة للفنانين اللي ما كيدوزوش من الراديو وما كيدوزوش من مهرجان وباغي يغني غير في اليوتيوب، خليه يغني في اليوتيوب، لأن اليوتيوب حتى واحد ما يقدر يتحكم فيه. أي واحد من حقه يغني، سي بلاتفورم اللي يقدر من أي بلاد يغني، ويقدر يقول اللي بغا، حتى واحد ما يوقفه. من حقه داير شين ديالو، ما يحتاجش هو يدوز عندك في لاشين ديالك أو في الراديو ديالك. لا لا، ما عندكش الحق تدير له السينيال، لأن عنده لاشين يدير له السينيال، إلا خدا لك الحقوق ديالك تقدر تسينيالو. أما عنده شين ديالو يقدر يدير اللي بغا، حتى واحد ما يوقفه. ولكن إلا ما التزمش بدوك الشروط اللي حنا كنهضروا عليهم، يعني هاد الفنان قبل ما يطلع الخشبة أو قبل ما يخرج في لقاء صحفي غادي يبقى يضرب الحساب شنو كيقول، شنو الموضوع كيهضر، حيت غندير له حضر ما غاديش يطلع عندي لا يغني في حفلات لا يغني حتى في النوادي الليلية كما داروا في مصر. خرجت فنانة مشهورة قالت بعض الكلمات، جات نقابة الفنانين منعتها أنها تطلع تغني، منعتها ممنوع هادي تطلع تغني غير كلمة بلا ما نهضروا على الغناء وشنو غادي تنشر. يعني شوف النقابة الدور ديالها في الفن، وكيفاش غادي تربي. اولا غتربي الفنان وغتربي الاذن الموسيقيه ديال الناس انها غتربى تسمع واحد المضمون، واحد الكلمه اللي هي في المستوى، وانك تقدر تسمعها مع عائلتك مع اولادك. لان خصك تعرف واحد القضيه، هو الفنان الوحيد اللي ما كي يدخل ديور الناس بلا ما يستأذن، بلا ما يطرق، يدخل القلوب الناس. لا، وانت جالس في دارك مع وليداتك حتى كتلقاه داخل عندك جالس معك في الصالون في التلفازه، والله يعطيك شي حاجه زوينه في المستوى، وانها ما تحشمكش مع العائله ديالك. اذا هنا دور ديال الجهات المعنيه، نديروا نقابه. دابا النقابه كاينه، لا ولكن النقابه ما عندهاش ديك لا فورس اللي حنا كنهضروا عليها. خصها واحد السلطه. ومثلا النقابه ولات عندها حتى المشاكل بين الفنانه، كاين مشكل بين الفنانه تدخل النقابه، وهذيك النقابه هي اللي تعطي بطاقه الفنان، وبطاقة الفنان ما تعطاش لأي واحد، ماشي أي واحد يغني يجي يقول لك عطاني فنان أنا فنان، لأن غادي يولي غادي تولي فوضى. غتكونوا ناس، تكون واحد لاسومبلي ناس، ويكونوا من جميع الشارع، من جميع الطبقات. كاين ثلاثة النقابات، ولكن دورهم فين هو؟ حنا كنشوفوا الآن من هبة ودب يغني. خصنا يكون معنا شي واحد من النقباء ديال الفنان. ما كرهناش، ولكن أنا بالنسبة لي العلوي ومحمود إدريسي الله يرحمه، ودابا عوضوا أحد الفنانين المعروفين المرموقين. يعني كاين سلطة ميدانية أو سلطة تنظيمية. ورجعوا لأعضاء النقابة، خص تعطى لها صلاحيات كبيرة. يعني إلا قالت النقابة هذا السيد ما يدوش في الراديو ما يدوش، إلا قالت هذا السيد هذه الأغنية ما تدوش ما تدوش، هذا السيد ما يطلعش يغني في الحفلات ما يطلعش، غادي يولي الفنان يولي يحضر راسو في الكلمات، يولي من يدير الخرجات ديالو واخا غير في الفيسبوك ديالو انستغرام يقول شي كلمة، سواء بغى يتطرق لموضوع سياسي ولا موضوع اي كما كان او على اي حاجه، غادي يولي يضرب حسابه لاي حاجه كيقولها. وبالنسبه لاعضاء النقابه اللي حنا نهضروا عليها، عارف بلي كاين نقابات، ولكن في ارض الواقع ما كنشوفوا والو،
النقابه كاسم كاينه كاينه حتى تيشتغلوا غير ما عندهمش هذه السلطه التقديريه. احنا بغينا هذه السلطه او السلطه الميدانيه باش يكونوا كشرطي المرور تنظم السير ديال الطريق. دائما في جميع المجالات التجاوزات عندها الناس اللي كيتبعوها، مثلا في التجاره، في مثلا في التواريخ ديال الاطعمه وهذا، ولكن الفن دائما حنا كنقولوا مع الفنان هو اللي ما خصوش يدير حوايج خايبين، يدير ولكن يكون الرادع، يكونوا الناس اللي غادي يتبعوه. الفنان مخلوق غير عادي، اي واحد بحال الفنان مخلوق سامع، عنده الطوموبيل غاتسوق له، ولكن كاين شوف انا قال لي واحد الفنان مغمور ما معروفش، قال لي واحد الكلمه عرفتي، بقيت مبعود قدامه على الظاهره الغيوانيه، قال لي في السبعينات والثمانينيات والله تكلينا عداد الخبز مع دوك الناس ديال الغيوان، عشنا وكلينا عداد الخبز عشنا ميهم، يعني ملي كتغني الغيوان واحد الاغنيه وكياخذوها شباب وكيولتو هما فنانه وكيغنوا الاغنيه الغيوانيه، راه مناصب شغل وراه مشروع اقتصادي قبل ما يكون مشروع فني ومشروع تربوي، يعني بحال عطاو واحد النموذج لواحد الاغنيه تراثيه جايه من السهول ديال ولاد سعيد، ولا جايه من زاكوره، ولا جايه من اصول اخرى من المغرب، كيرددوها وكيوصلوها للشباب، عفوا يعني كيمروا التاريخ بواحد الشكل سلس وكيبقى عايش. دابا انت مشروع تاريخي، انت مشروع تاريخي، التاريخ المنطقه ديالك راه انت لسانه، بفضلك يمكن يرقى ويستمر، بفضلك يكون وقف عندك ويندثر. وهذا النموذج هو السي عمر، دابا شحال من جيل تبارك الله وبقى الظاهره الغيوانيه اللي عندها اسبقيه في التاريخ وفي التراث. البساطه ديالها هي اللي عاونت على الانتشار، لان الاصاله خمسه الاشخاص، خمسه الاشخاص وادوات مغربيه عريقه. يعني ماشي الا بغيتي دير مثلا السيد ديال عبد الهادي بالخياط، يعني خصك يكون عندك جوق ديال 20 واحد، يعني كتجي صعيبه، خاصك سباس، خاصك. ولكن الظاهره الغيوانيه خمسه ديال الناس، راه شنو عندك وخدم. الظاهره الغيوانيه هي الاغنيه المغربيه المحضه، هي اللي ما تدخلوش عليها، يعني ما تدخلوش عليها داخل بقات مغربيه. والان علاش مثلا نعطيك مثال، بحال انا كنكون جد فخور ملي كنشوف برنامج، وحنا كنت نتفرج واحد البرنامج في اذاعه خليجيه على ما اظن، وغنى والله يا مولانا شحال مسانه وباقي كتغنى. او حنا من غنينا مثلا، انا من عاودت مع فرقه جلاله العيون عينيه، الرائعه العيون عينيه، كيف رائع صراحه، كيف رائع صراحه، الحمد لله. تغنات في كبار المسارح، كلهم بقاو تيعرفوها. تغنات في كبار المسارح، تغنات في الان بي اي، كانت اول اغنيه، اول عربي غادي يغني في الديربي الامريكي ديال الباسكتبول. يعني شوف فين وصلت الاغنيه المغربيه، علاش من حويجات بساط. انا خديت واحد حاجه اخرى استاذ دوزي، هي هذيك خليلي ديال اللي اوركستراسيون ديال شي 300 واحد من ساره كيعزفوها، شتانا في اليوتيوب 300 واحد كيعزفوا بالنوطه وداكشي، هي مغربيه، هي هذه الاغنيه المغربيه اللي كنهضروا عليها، كلمات مغربيه هي هذه اللي كنهضروا عليها، الاغنيه المغربيه. و سي دوزي بالنسبه للراي ديالك اللي هو خصو خطه واستراتيجيه وعندها رؤيه، يعني رؤيه تخصها، وحتى استاذ تجي جلاله دارت بينا الدورة شي كيصوب هذاك المخرج العظيم هذاك في لبنان، انا في لبنان حتى الاغنيه ديال حكمه القدر كما كمل في خليلي، حكمه القدر اللي تعاودت من عند حميد بارودي، واللي كانت نجاح كبير ديالو في الجزائر، فرقه ديسيدانتان اللي يعني انا فرقه كراكلا، فرقه كراكلا كراكلا غير بين قوسين، هما واحد الفنان في الاوبرا عنده سيمفو، عنده فرقه فيلارمونيك، وقبضت الاغنيه ديال جلجلنا وخدم، وعاود كتب بالنوطه وبالايقاع بالنغمات، وعاود توزيع بواحد فرقه كبيره، ودار رقصات مشهد رقصات في معلبك، وعملت زجه كبيره في لبنان. المدرسه ديال الناس الغيوانيه اللي عطاتنا المدرسه ديال ازنزار اللي حملت المشعل ديال الاغنيه الامازيغيه. نعم صحيح، وسمان عثمان الاغنيه الشبابيه، الله يرحم عمرك مبارك. واللي جميل في المشروع هذا اللي تكلم عليه السي العربي، ان اغنيه ازنزار هي اغنيه امازيغيه وعربيه لان فيها الربع، يعني هذيك الوحده، هذه الوحده الوطنيه كتجلى في واحد الاغنيه بدون ما نحسوا بها، هذه حتى مغربيه، لان عبد الهادي ازنزار حتى هو كان قبل ما يدخل ازنزار في جوق اكادير كيدير، يعني كيعزف كيدير الفيولون في السي الاخرين، كيدير اغاني شرقيه، عاد تعلم البانجو ملي تربى بالناس غيوان، ولقى كتب كلمات ديال الامازيغيه وخدم جمهور الشامخ
وفي الاطلس وعند المغاربه العرب وكل شيء المغاربه كله معاه. ديالنا والسي ديالو داد والسي ديالي عاوتاني خرج من بحال حنا زدنا جيتار وشي ايقاع اخر. زوين زوين زوين. يعني من الناس غيوان كما قال السي حفيظ يعني بسيط ونفع جميع لي سيلو جميع المكونات ديال المغرب. واحد من المتدخلين سول على ان المنابر فراق ولا اسمه علي فايق. علي فايق هو اللي كيدير الفيزيون. هذاك ذاك الفيزيون واحد الاغنيه دار زوين هذا ملي كان هذيك الفرقه كانت زوينه عجب لي امريك فيزيون وي امريك ولا شي جمع خيره العازفين عندي ذاك الشده ديالي ما كيخطانيش في طمول علي فيقا وثاني حتى هو كيبحث في التراث باحث كبير زوين كاين وفنان كبير ايوا الحمد لله. السي عمر انت شنو رايك دابا في الموجات الشبابيه وفي مستقبل الاغنيه المغربيه واش غادا في الطريق الصحيح وشنو الملاحظات يعني الصريحه ديالك استاذ عمر؟ نعم بالاضافه اللي قال السي حفيظ والاخ العربي هادو صراحه انا كنحيو مع ماشي على الاجتهاد ديالهم وتا على الذكاء ديالهم صراحه ناس اذكياء وعارفين اش كيديروا وثانيين عندهم ثقافه عاليه ماشي بحال الشكل ديالنا حنا بكري ما كان لا كمبيوتر لا داك سبونسور لا واش فهمتي كان داكشي غير بالفطره اما هادو تبارك الله راه دابا كيحنتك في انا التليفون ما نعرفش ليه ما عنديش الواتساب ما نعرفش دابا كيقول لك واش عندك الواتساب كنحش كنقول ادير ما عنديش انا الواتساب التليفون هو تليفون عادي نتوما عاوتاني بحال والدينا الوالد راه كيعطيك لا باش تتعلم بحال العجز بحال ما والو عياوما مادام احسن مني في هادشي وغير ما بغيتيش تعلم التليفون ديال مادام وكيدير معايا شي جواب باش وغير كتعطيني ذاك التليفون بغينا نهضر فيه كيمشي احسن بقاتني ندير بحال هكا ولكن اللي كتغدد كتبو دير كيمشي كغدد ثاني لا دير هادي دير الحمد لله كلشي كاين اللي في كلشي صغير تكون حاضر معنا راه كلشي مع سي عمر بن حموش باقيين غادي في سياق الزمن مصبوح به بقات 10 دقائق بقى مجموعه من الاسئله طرحوها ما كرهناش نجاوبوا عليها تكلموا اخوان على الاغنيه الحسانيه أن الأغنية الحسانية معروفة فقط بجوج أو ثلاثة الأصوات إعلاميا فيما الأغنية الحسانية راه تراث وخزان عميق من النغمة الحسانية والشعر الفصيح الجميل جدا شنو جاوبكم على التساؤل ديال بعض الإخوة؟ الأغنية الحسانية مؤخرا بديت كنكتشف شي أصوات ما كنتش كنعرفهم ولكن ما كرهناش لو كان حضر معنا شي باحث ولا شي فنان من الحسانية هو اللي غادي يعطينا يعني بحال قلتي المشاكل ديال هاد الستيل هذا واش كما كنقول واش قلت للجهاد ولا قلت الاهتمام ولا المنقبين عاوتاني والناس اللي غادي يعاونوا هاد المواهب يعني ما عندناش دراية بهذا الستيل ولكن الاغنيه الامازيغيه قريبه بزاف الاغنيه الحسانيه في المقامات وفي الكنه وتبارك الله الاغنيه الحسانيه الصحراويه غنيه مازال حتى يمكن ندير شي حاجه في المستقبل على المستوى العربي ان شاء الله ان شاء الله. انا بالنسبه للاغنيه الحسانيه والادب الحساني ماشي سمعته دابا ملي كنت في البلاد كنسمع في 59 58 كنسمع المحيجيبه كنت خديت عندها يا دري من لمن هنا مولوع مرحبتي به إلى جاني وقبضنا ولا في أسبوع فات على اللحب المشاني هي اللي قدرت أنا في غير خدوني هذاك راه حساني محض ديال المحجيبة في 73 هادش يعني اللغة الأدب الحساني فارض نفسه ماشي دابا وعلاش دابا في الجنوب ما كيقولكش حنا شو التواضع ديال هذوك الناس ديال الادب الادب الحساني ما كيقولكش انا شاعر كنقول لك انا جبت كلام جبت شي كلمات هو راه كيهرس الحجر هذاك الشيء اللي جاب كيقول لك جبت غير شي كلمات علاش انا منهم خديت ديك القضيه في الكتاب الغيوان ما درتش فيه ديوان الغيوان درت فيه كلام الغيوان كلام مجرد كلام صحيح هذا هو باش كيمتاز القوه ديال الادب اللغه العربيه واحد من الحضور الكرام من الشباب تكلم على الفنان كانسان يعني كيعاني الضائقه وكيحس بان هاد الجائحه اللي جات عرات على المستور وكشفت على واحد الوضع هش ديال الفنان بالاخص الفنان اللي كيحترف الفن
ماشي اللي عنده الفن يعني كموهبه وكربما كحرفه، ولكن زايد على شي حاجه كيمارسها. يعني الان الفنان في مأزق اقتصادي قبل ما يكون ابداعي، شنو هما الحلول ممكن اللي تساهم باش تخرج الفنان من هذه الازمه هذه اللي ما تكونش مرتبطه بشي سياق يعني تحت الازمات اللي قال الصحفي النقابات. النقابات هي اللي خصها تعطي في هذا الميدان هذا، لان الفنان دائما جميع الميادين جميع القطاعات النقابات هما اللي كيطروا وكيحسوا ب، ولكن النقابات ما كتعطيش بطاقة الفنان. هما اللي هما اللي تقاتلوا عليها، هما اللي اي صحيح في البداية، ولكن خص غير فاش وصلنا ليها تكون خص تكون بطاقة مهنية وبطاقة فنية، لان المهنة عاوتاني المهني والفنان راه يعني كاين فرق. وعاوتاني لي كاتيغوري ماشي فنان ديال اللي مدوز 50 عام تكون عنده بطاقة فنية، واللي جات هو خدا بأول بطاقة ديالو في 2021 تكون بحال بطاقة فنية وبطاقة بنكية. لا سمعتهم ولا بجوج نفس السيري نفس السيرو نفس الديزاين نفس بحال البطاقة الفنية اللي كاين عند عمر السيد هي اللي عندي شرفية هي اللي عندي ولا هي اللي عند شي واحد آخر غادي. يعني داكشي بحال المخرجين، كاين بطاقة ديال المخرج بطاقة ديال مساعد المخرج، وكل واحد يعني إلا بغى هذه البطاقة تكون عنده خصو يتقاتل عليها ويخدم عليها. كنسمعوا فنان كيبيع الآلات ديالو وفنان مبدع يعني وتعيش على الفن ديالو، وأنا يعني وضعونا واحد الموضع حرج السي حفيظ ياك. أنا كنقول هاد الجائحة ديال كورونا عرات على واحد الواقع معيشي اللي كان مخبي لنا الناس عندهم فكرة غلطة على الفنان. الناس بالنسبة لهم الفنان غير كيجي ويجمع الفلوس وكيمشي وعايش بخير. الفنان باش يبدع إمتى يبدع الفنان؟ من يكون ضامن مستقبله. الفنان اللي ما ضامنش مستقبله عمره يبدع لك، هنا يبقى يتقاتل مع الزمان والتريطات والمشاكل. كي بغيت واحد الفنان يبدع هو ما مضمنلوش داك الكونفور اللي خصو هو يعيش فيه. أكو أسر تعطيني أنا بطاقة فنان وفي اخر المشوار ديالي الفني نخرج بدي فيديو ونبقى نقلب على الناس يجمعوا لي باش نداوي، ولا حتى يدخل صاحب الجلال الله ينصره عاد نقول لك راه حتى تساعدوا ديالك كاين تساعدوا ديالك الان يعني مكسب مزيان درتو فنان اخر هي معطى الفن المغربي. وانه لان شوف ثقافه اي بلد المرآة ديال اي بلد هو الفن ديالها هو الثقافه ديالها. البلد اللي ما عندوش ثقافه ما عنده والو مين كنهضروا مثلا على بطاقه فنان، انا تعطيني بطاقه فنان واش نديرها في البورتفاي ديالي؟ بطاقة فنان اللي ما تعطينيش حقوق خصني أنا التغطية الصحية للفنان، خصو يضمن المعاش ديالو من يكبر، ما يلجأش أنه آخر يوم يتشوه ويبقى يدير دي فيديو يبقى عاونوني راه ما عنديش باش نداوي. حشومة الفنانين اللي عطاو في الساحة الفنية سواء ممثلين، حنا ما كنهضروش من كنقولوا الفنان ما كنهضروش على الفن الموسيقي أو المغني، ولكن كنهضروا على الفنان سواء كان مسرحي سواء كان ممثل سواء كان رسام سواء كان يدير المسرح سواء أي واحد فنان بصفة عامة إهانة ليه أنه آخر المطاف ديالو الناس تشوفه بديك الصورة. أقبح حاجة توقع الفنان في حياته. تاني حاجة أنا من تعطينا بطاقة فنان شنو ما امتيازات اللي غادي يكونوا عندي كفنان أنا، لأنه الفنان إحنا قاع بو إحنا من كنهضروا على التواضع وكنهضروا كنقولوا الفنان هو بحاله بحال الناس، ولكن الفنان هو غير الناس، لأن الفنان تابعوا إبداع، لأنه الفنان هو اللي كيفوج عليك في أوقات الشدة، هو اللي كينشطك في الحفلات، هو اللي كينشطك في العراسات، يعني ديما مفرحك ديما كيدخل عليك السرور. هذا الفنان كيتعب كيسهر كيتستريسا راه كاع امراض الدين والدنيا فينا كل نهار مرض غير باش بالضغط ستريس والسفر وما كاينش النعاس ودائما مطالب بالجديد ودائما خصك دير ودائما خصك تبحث. فابسط الاشياء هو واحد لو كونفور خص يكون عند هذا الفنان. ابسط الاشياء انا من تعطيني مثلا أنا أعطيك بطاقة فنان، نضمن لك بعد التغطية الصحية، نضمن لك واحد المعاش في آخر المشوار ديالي تكون مزيان. أبسط الأشياء غير واحد البورسونتاج، واحد البورسونتاج في التران، نقصوا له واحد شوية في التران لأنه كيسافر بزاف وكيتعب وكيمشي، نقصوا له شوية في الطائرة، مثلا شركة الطائرات يديروا مثلا اللي عنده بطاقة الفنان عنده واحد 20% 15% لأنه كيسافر كيتعب كيمشي يصور في واحد البلاد وكيمشي يخدم في هذا الاستوديو وكيمشي يدير لقاءات، علاش؟ راه كيمشي باش يمثل البلد ديالو. أنا من كنمشي لأمريكا كنغني أو كنمشي للبنان كيعطوني جائزة كيقدموني كفنان مغربي جا، كيقدمونيش كفنان لبناني أو عربي أو إلى آخره. إذا الفنان باش يبدع خصك توفر له واحد المحيط اللي كيرتاح فيه وباش غادي يزيد يطور راسه. هذا هو المشكل، لأن الإشكال ديال الوضعية ديال الفنان المغربي الآن، حنا بعض المرات كنخرجوا كنقولوا الحمد لله كل شيء مزيان، ولكن شهرة الفنان اللي عنده كبيرة بزاف على المدخول اللي عنده.
عنده شهرة كبيرة وعنده مدخول المتطلبات عنده على المتطلبات ديالو العصر اللي كنعيشو كله عصر وحتى السنة. وحتى الفنان حتى الفنان المغربي كيعاني من واحد القضية تمييز بينه وبين الفنان اللي كيجيو من برا. صحيح. انا كنقول لك هذه التجربة هذه اللي وقفت عليها وشتها مهرجان كبير كيعيطوا لك كيقولوا لك بغيناك تجي تحضر معنا اياه مي كتطلب الكاشي ديالك او الثمن اللي انت تستاهله واللي عندك لان عندك فرقه كبيره وداكشي كيقول لك اودي البلافون ديال المغني المغاربه هو هذا علاش كتحدد بلافون المغني المغربي الوغ كو داك المغني المغربي غادي تجيب لي اي واحد في العالم معروف وغنديروه بلانير هنايا في الهواء الطلق وغنجيبو واحد يغني غير الشعبي راه غيجمع لك البوبليك اللي ما يجمعولكش هذا. حنا عارفين باللي المهرجانات كينهجوا ديك السياسه ديال اننا نجيب واحد برا باش يعرف يعرف المغرب باش نشرو السياحه وداكشي. حنا اوني كونسيوم هذا الجانب هذا انا بالطبع انا مع انا مع هاد الناس اللي راهم كيغاديين بهذه الفكره ولكن ماشي على ظهر الفنان المغربي جيب وكبر به. وحنا بالعكس حنا المغرب معروف بلد الكرم وبلد الضيافه وانهم يكبروا براني هذا مشيه من المغاربه ماشي غير في الاخر ولكن من يجي الفنان المغربي كبر به حتى هو لان داك 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 الثمن اللي غادي تعطيه له راه ما غاديش يدير به شي حاجه اخرى شنو غادي ينتج به ويدير كليبات لان حنا عندنا غياب شركات الانتاج ما عندناش عندنا رجال الاعمال ما كيعاونوش مثلا حنا انا مشيت للبنان درت واحد ديو مع الفنانه يارا نهار اللي سجلنا الاغنيه كنا عاد نشوفوا شكون غادي يصور الكليب مصاريف الكليب كيفاش غادي تكون ديال الاستوديو دخل واحد رجل اعمال لبناني عجبته الاغنيه قال لهم هذه انا غادي نصرف عليها انا غندير لها كل شيء خصكم تعرفوا الكليبات اللي رحنا كنديروا راه كتروح اثميناتهم انا بعدا كنهضر على المستوى ديال بين 50 حتى 100 مليون باش ندير كليب واحد وما عنديش شركه انتاج انا كتبل جوده ماشي انا كنفرض هذاك الشيء على راسي لان الحمد لله هذاك الشيء اللي كنجمعوا من الحفلات من الاشارات من الجولات اللي كندير كان واحد البارتي كنعيشوا بها واحد البارتي كان دائما كنخليها انفستيسمون دونك الى جا داك السبونسور ودخل معايا انا في هذا المشروع هذا اولا هو رابح وانا رابح والاغنيه المغربيه رابحه وثقافتنا رابحه والجمهور يستمتع بالكاليتي بدون تغييب المسؤولين او وزاره الوصيه حنا بدون أنا غيبوها لا لا انا علاش لا انا علاش ما بغيتش نتكلم هذا ما غيبوهمش لانهم اللي عندهم دور طلعي كما كيشغلوا شركات النظافه النظافه ديال الاذن راه تل ولكن التلوث راه كاين تلوث في السمع انا نقول لك انا الى متى غادي نبقاو دائما نردوا نفس الكلام دائما فين هي وزاره الثقافه فين هي فلان فين هي جهه المعنيه حنا الان غير لي دروا دوتور ديالنا انا 27 عام وانا كنغني العالم كله كيعطيني لي دروا دوتور حقوق المؤلف يعني انا نقدر نفوت في واحد الراديو في ايبيزا في نيويورك في اي بلاصه كنتخلص عليها المغرب ما عمري خديت منه درهم في لي دروا دوتور لان ملي كتهضر مع المكتب كيقول لك حنا ما عندنا غرض بهذا الشيء كتهضر مع لي راديو كيقول لك حنا غرض يعني ابسط الاشياء ولكن عينا نهضروا علاش انا الان انا توجهت لواحد الاخر باش ما نبغيش اللي عندك السي حفيظ يعني شنو السبب ديالو ما كاين فنانين مغاربه كيتقاضوا الاجور ديالهم على مستوى الحقوق كبرك على 27 عام يعني كاين واحد التحسن انا ما عمرني خديت فرنك عمر الحقوق انا عمرني خديت درهم انا من المغرب من الحقوق من المغرب انا نحكي لكم واحد بين قوسين هذه واقعه وقعت لي مشيت هنايا انا اول مره تقيت حنا عندنا في بلجيكا عندنا لاصابا بحال لاصاسين في فرنسا بحال البيرو ديال حقوق المؤلفين عندنا في المغرب مشيت تقيت عطيتهم كاع لي زوفر ديالي الاغاني ديالي باش نتخلص على اي باساج يكون عندي من بعد جاتني تريماستر جاتني كيجيك واحد الحصيصه واحد الفلوس كيقول لك انت راك ويعطيوك واحد لاطراس ديال لاطراسيبيليتي ديال فين تغنات تغدا فاتت في واحد الراديو في ساعه وكلشي في فرنسا هذه فاتت في سويسرا هنايا وداك الشيء كتخلص عليه وشي بعين وانا ما نلقاش المغرب هذه اول مره جاتني هذيك انا ما لقيتش المغرب قلت يمكن المغرب من نفوت فيه بزاف يمكن غادي يجيبوا لي ليرو الفيديو بوحدو يمكن ما يخلطوش ما جاتنيش جاتني عاود لا دوزيام فوا ثاني مره شفت العالم كامل خلصني ما عنديش من المغرب درت رونديفو موعد مع هذوك الناس اللي مكلفين في البيرو تما مشيت عندهم قلت لهم يمكن راه كاين شي غلط في شي بلاصه راه انا راه مغربي وكنغني مغربي وكنفوت في المغرب اكثر من الدول كاملين اللي عطيتوني واش عمرك مشيت عندهم الصحافه هنايا آه. مشيت عندهم مؤخرا
كاين واحد السيده الاولى هذيك السيده اللي تلاقيت معها هضرت معها وحكيت لها كاع المشاكل اللي عندي وعجبتني لان تجاوبت معايا بطريقه زوينه وانسانه عظيمه هذيك السيده وباغا تخدم ونشكرها بزاف من هذا الاخر لان حكيت لها هذه القصه قلت لها انا ما عمرني تخلص قالت لي الان الوضع من جيت انا راه غادي يتبدل ان شاء الله وانا متفائل ان شاء الله انه غادي يتبدل هذا الموضوع ما كنتش نبتسو فيه لانك لا هذه غير بين قوسين واخر غير لا مثلا ما ديبوزيتيش الاغاني ديالك في المغرب ما انا ديبوزيت من يعني من 2005 حتى 2018 عاد بدات شي حاجه دابا مؤخرا يعني راه داك الشيء دابا اسابيع ولكن بداو كيقنوا فيه انا مشيت عندهم مذكرتيهم راه ما كاين لا ماشي دابا داك يعني داك ملي كانت لي دغو دي تور دابا على الديوانه والنسخه زعما على اي حاجه عندها علاقه بالموسيقى كتدخل المغربيه كتخلصي دروا جوتور دابا ولا النيفو طلع شويه ماشي بحال لي راديو والتلفزه حيت انا مشيت عندهم للبيرو هضرت معاهم وعجبوني التطلعات داكشي اللي دايرين يعني داكشي اللي شفتو انا من خلال الحديث ديالي علاش هضرت ما هضرتش على الان هضرت على هاد الظروف كاملين اللي عشناها في واحد الفتره ديال 27 سنه او 26 سنه ديال الفن يعني ما جنيت منها والو الحمد لله الان مع هذا الشيء اللي وقع جديد وهذا الشيء ديال كورونا السيده اللي جات البيرو جديده نامل فيها خير كثير فيها خير كثير وانسانه متواضعه لان استقبلتني انا حياتي كامله نغني ما نعرفش البيرو ديال وزاره الثقافه كي داير الداخل ما عمرني استقبلني ما عمرني دخلت يعني انا كنستغرب كيفاش زعما كاين تهميش من 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 هذه الجهات يعني انا كنت دائما نتمنى ان كل ما يطلع شيء وزير ثقافه جديد يدير واحد الجلسه مع الفنانين ويجلس معهم شنو هما مشاكلكم انا هو يعني ابسط الاشياء هو انك تكبر بالفنان المغربي ربما هذا الخطاب كيفتح واحد النافذه للموضوع او نقاش ثاني اخر قادم يعني يكون رجل سياسه ومعاه الفنانين ويكونوا تيتبادلوا الافكار لان السياسي ما يمكنش يكون هو معزول من كوكب اخر من كوكب زحل مثلا يكون هو ولد الارض فهمتي غادي يجي يسمع الفنان باش يعرف شنو المشاكل اللي يمكن يعالج بها الفنان وغادي في حياته اليوميه راه كيمارس الفن وكيسمع عليه انا نقول لك شحال من مره كيقول لي نقول له نعم يقول هذا راه وزير الثقافه ما كنعرفش وجهه ما كنعرفش سميتو لان ما عندي ما بعيد عليا كامل البعد انا كنمثل الثقافه ديال بلادي وهو كوزير ثقافه ما عنديش علاقه به اظن ما كانش واحد الفعل هذا لا يعني انه انسان ماشي مزيان او انه يمكن مقصر من هذه الجهه هذه وان يعني ابسط الاشياء ان وزير مكلف بواحد الحاجه سميتها الثقافه ديال المغرب النقابه ديال الفن ما عمرني مشيت عند شي واحد لا حيت هذوك هما الالسنه ديال ما عمرني مشيت ولكن وكان اولى بينا نبداو نخصوا في شي موضوع خاص بالنقابه او الفنان والجهات الرسميه وسيدنا منصرو دائما ما فات اي نادي دائما برعايه الفن والفنانين وخدمتهم على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي لان بغينا ولا كرهنا الفن هو مواطن وكما قلتي في سياق الحديث شي حفيظ الفنان ماشي انسان عادي حس مرهف يعني تتاثر علوا بابسط حاجه وكاين نهار دنوا بابسط الاشياء الفنان الا كان انسان عادي ما يبدعش الابداع كيجي من ديك صحيح عندك الاختلاف هو مجنون هو بعقله هو حنا نعسنا ماشي كينعس الناس خصك تعرف حنا مثلا بعض المرات كيقولوا لي واش كتنعس الليل كنقول لهم ما كنعسش الليل انا يعني. حيت انا الابداع ديالي كيجيني في الليل من يكونوا الناس كاملين ناعسين انا كتجيني ديك النقيشه في الراس دابا رمضان غضرب يدك لا رمضان انا ديكونيكتي رمضان عندي عندي راحه الاخ المخرج سي عمر بن حموت يقولنا بان بقى 3 ديال الدقائق يعني باش تكون نهايه جميله جدا وتكون حمامه ترفرف في اجواء الاثير ديال المشاهدين الكرام ماشي مقطع ماشي اغنيه خفيفه جميله جدا نسمعها باصوات جماعيه ومعنا جمهور الحمد لله شحال اللي ما غنيناش شحال ما سمعنا الاغنيه مباشره يا كصحاب انا دابا امازيغي اللي بغيتي هكا بلاتي بدا من الاول يمكن لكم تغنيوا الاخوه الكرام هكا السيد غادي يتبع على حساب لاكام ديالك هكا هكا سي عمر شي بدا لا غير سي انا معاك راه بدا وانا بدا معنا انا كنهضر على الاغنيه هيا الله يا مولانا جميل الاغنيه صراحه الظاهره الغيوانيه كتقول الظاهره الغيوانيه الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا
حالي ما يخفاك يا الواحد رب سبحان محي الباقي سبحانك يا إله جود عليا شحال حي الباقي سبحانك يا إله جود عليا وبك عمر ونحلتي في نوارك معي وبك عمر تسواقي ونحلتي في عندها صوت جميل عندها تغني هك الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا هل ما يخفاك يا الواحد ربي سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود عليا سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود عليا هاد هو اعطوا علماء الاثار بقاو تينبشوا ما فهموا فيها حتى حاجه واعطوا علماء النحو لقاو حرف مجرور وحرف جر ومضاف ومضاف اليه لا في الصراخ ديال الشجاعه وفي الجماعه كتبغي الجماعه ما كتغناش بوحدها هذيك تماما خصو الطبيعه المهم القضيه في الطاقيه قضيه في الطاقيه سي عمر السيد شكرا الله يحفظك ويعطيك صحتك السي العربيه مغران شكرا لك شكرا لكم بزاف اكيسر محربي اللهم امين اكيسر محربي اكيسر محربي تنمرت تنمرت صحيت اخويا صحيت خويا دوزي عبد الخالق تحيه السي عبد القادر السي عمر بن حمو كل الفريق وكل الضيوف وكل الشباب شكرا لكم والكلمه دائما لكم انتم دون غيركم السلام عليكم